الله يمسيه بالخير. يا مرحبا يا مرحبا. يلا كنت انا طيب ابشر. كنت انا وعلي بن سعيد في برنامج كان معي كتيب ظني 200 ورقه كلها اغاني ولا كلها اناشيد وذا ما غنيت الا منها يمكن 10 الباقي عند علي بن سعيد. دقيقه انا والله اني جايب له كتاب والله ظني ان انت لا 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 تدري ايش اسوي رجال هو شغموم رجال وكنا بعد البث نشب ضو وكذا وجلسه حلوه كان يمزع هذه اذكره يوم يقول سالم والله اني جايب الكتاب يا رجال عندي عون كتاب عون كيف انكم والله كتاب كنت اتوقع ان مجموع المقاطع في البرنامج انا شفت المجموع ممتاز مجموع المقاطع 77 ثلاث اشهر لا والله ما اصدقت كلها وانت تصلي بس والله الحمد لله لا ما شو اسمه تذكر الهبد وكذا طيب الظاهر علي يوم جاكم اول نروح عند نواف روح عند نواف طيب الحين الردود اللي في علي منك انت نعم كلهم حتى سالم يوم كان معي ترى عون لا يغرك الشكل واللون ترى قسم بالله انه رجل جميل رجل رائع صوته جميل تعال وش في اللون؟ والله جميل يا اخي الكعبه مغطاه باللون الاسود الحمد حجر الاسود اللهم لك الحمد طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي وجميل نعم نعم تقوى كل ما كان الشخص يعني تقوى الله عز وجل كل ما زادت محبه شفت الرجال هذا الناس. شاركت معنا في برنامج واقعي قبل ايام كورونا والله ام اليار نعم ما عليك زوج واحب طيب الرجل هذا والله ما هو ما هو عشان ما يدبجني هين هو دابني خاص منا الوعد بعد البث لكن عاد الرجال طيب القصيده جاهزه عندك انت عندك والله انا عندي طيب اليوم والله في تعازم كثير يقول هذا كلمات خلف المبارك ابن هجي الرويبي يقول غنى الرياض بطلته الأمورة وزاد الفرح وازداد معها نورة واستبشرت شوقا من الأعماق كل الخلايق داخل المعمورة وبدت مراسم حفلة استقبالك سلام كل البشر مسرورة مبهورة سلام يا مرحبا يا أم الجمال الطاغي يجمل فتاة بصوت ولا صورة بزيارتك زالت جميع اوجاعي حتى لو ان ايدي بعد مكسوره يا ثقلك جاب قوه راسي الله والنفس بك من هيئه ماموره كل الرياض تعيش حالة فرحة بزيارتك يا غنج يا عصفورة الله يحييكم ويرفع قدرك يا فتنتني حيل يا سنيورة طبعا هذه كلمات والله لو انا تكملت شوي تموت هذه كلمات الشاعر طبعا انا خارف بن مبارك الرويبي نعم ما عليك زود الله ولا وسلامتك قلبه خضر مره طيب اليوم معنا في الهاشتاج تصفيات البزنس ثلاثه او عفوا في تصفيات كاريزما ثلاثه عندنا سحب بقيمه 300 ريال ممتاز فنبي نسحب الهاشتاج بعد قليل او بعد شوي ان شاء الله راح نسحب الهاشتاج وابغى الشباب هم اللي يطرحون السؤال على الجمهور ممتاز نبغى عون ولا نواف طارد واحد يطرح سؤال للجمهور وترى قيمة السؤال 300 ريال عندك يا عندك لا والله عندك الحين نطرح السؤال عطنا أي سؤال يعني أنا بفتح لك يعني كذا طيب. الآن إحنا في عشرة ذي تبي سؤال صعب ولا لا يعني سؤال ولا عادي يعني سؤال عادي من ثاني خلفاء الراشدي طيب السؤال من ثاني خلفاء الراشدين من هو إيه من هو الثاني خلفاء الراشدين شاركنا في تصفيات كاريزما ثلاثة الإجابة وراح نسحب إن شاء الله بعد قليل نواف أرحب يا مرحبا يا نواف نبيك تسمعنا سلام. ونبيك تطربنا ونبي نحلق معك على خشمي يا نمير
ليش؟ سلام. إيشني بعطيكم؟ أعطنا ذيك اللي قلتها قبل شوي. اللي قلتها قبل شوي. اصبر يا عين. اصبر يا عين لا تبكين وتنز يا قلب لا تنضم ما على وجه البسيطة زين والعبر في دورة الأيام دورها ماشي على الباقين وقبلنا ما حقق الأحلام ذي حياة ابن آدم المسكين لو فرش ريش النعام ونام. سلامتكم. مرحبا مسهلا صح لسانك يا أبو طارد ومعنا ما عاد نقدر نكمل محبة ومبدع ومتألم.